هذا وغادر صاحب السمو السيد فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنه عمان الشقيقه البلاد بعد مشاركته في عمل الدوره السابعه والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون والتي استضافتها مملكه البحرين على مدى يومين وكان في مقدمة مودع سموه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف وسعادة سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى برقية شكر من أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بالسلطنة الشقيقة ضمنها خالص شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل جلاله الملك المفدى وحكومته الرشيده والشعب البحريني مؤكدا بان الروح الاخويه التي سادت اعمال المؤتمر قد عكست الحرص على تعزيز المسيره الخليجيه لتحقيق اهدافها المنشوده. داعيا سموه المولى عز وجل ان يوفق جلالته دائما لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمملكه.